هل يجوز بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أن نقول صدق الله العظيم؟ هذا ليس له أصل، يفعله الناس ولكن ليس له أصل في الشرع ولا نعلم عليه دليلا، فتركه أولى وأحوط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفرعوا من القراءة قال صدق الله العظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي أنصح به تركه عليه.